أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في
أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير وہ بولے کیوں نہیں ہمارے پاس پہنچا تھا ڈر سنانے والا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شيء پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا نہیں اتاری اللہ نے کوئی چیز ان انتم الا فی ضلال کبیر تم تو پڑے ہوئے ہو بڑے بہکاوے میں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير اور کہیں گے اگر ہم ہوتے سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں سے فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير سو قائل ہو گئے اپنے گناہ کے اب دفع ہو جائیں دوزخ والے ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے ان کے لیے معافی ہے اور ثواب بڑا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اور تم چھپا کر کہو اپنی بات یا کھول کر اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وہ خوب جانتا ہے جیوں کے بھید أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ بھلا وہ نہ جانے جس نے بنایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور وہی ہے بھید جاننے والا خبردار هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین کو پست اب چلو پھرو اس کے کندھوں پر وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ اور کھاؤ کچھ اس کی دی ہوئی روزی وَإِلَيْهِ النُّشُورُ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور کیا تم نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے اور اس سے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں پھر تبھی وہ لرزنے لگے أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا یا نڈر ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ برسا دے تم پر می پتھروں کا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ سو جان لوگے کیسا ہے میرا ڈرانا صدق اللہ العظیم